الرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومعاونيه. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، وزير الخارجية يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. عقب طلب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وثلاثة من قادة حماس، إسرائيل تندد بالقرار وحماس تستنكره وتعتبره مساواة بين الضحية والجلاد. لحضراتكم التحية وإليكم نشرة السادسة مساء تأتيكم من النيل الأخبار. نعت مصر بمزيد من الحزن والأسى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان ومرافقهما الذين وافتهم المنية أمس إثر حادث أليم. وتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، معربا عن تضامن مصر الكامل مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. كما تقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان في حادث طائرة مروع. ودعا وزير الخارجية أن يتغمد الله الفقيدين ومرافقهما برحمة واسعة وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني الشقيق الصبر والسلوان. نعى الأزهر الشريف وعلماؤه بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان ومرافقهما الذين وافتهم المنية جميعا إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم. وتقدم شيخ الأزهر الشريف في بيان له بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني وإلى أسرة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقهما، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن النائب الأول للرئيس محمد مخبر أصبح المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية. وأضاف خامنئي أن إمام مخبر فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهم. كما أعلن خامنئي الحداد العام في البلاد لمدة 5 أيام. عقد رؤساء السلطات الثلاث في إيران اجتماعا استثنائيا اليوم حضره النائب الأول للرئيس محمد مخبر ممثلا للسلطة التنفيذية، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. وأكد مخبر خلال الاجتماع أنه سيسير على درب الرئيس الراحل في قيادة البلاد، وينص الدستور الإيراني على أنه في حال خلو منصب الرئيس يتولى نائبه الأول مهامه بشكل مؤقت لمدة 50 يوما بموافقة الزعيم الأعلى الذي له الكلمة العليا في شؤون الدولة، وتجرى انتخابات رئاسية جديدة في نهاية 50 يوما.
أكدت الحكومة الإيرانية في بيان لها أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل أو اضطراب بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحي أمس الأحد. كان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري قد أعلن في وقت سابق من اليوم وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم شمالي البلاد مساء أمس. تكشف الضباب أخيرا عن حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمالي البلاد، وأعلنت السلطات الإيرانية فجر الاثنين العثور على المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين بعد ساعات من تعرضها لحادث في منطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد، مؤكدة عدم رصد أي علامة حياة في الحطام. رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أعلن العثور على حطام مروحية الرئيس التي سقطت شمالي البلاد، ووصف الحالة بقوله إن الوضع ليس جيدا دون الكشف عن مصير الرئيس الإيراني والمرافقين له على متن المروحية المنكوبة. التلفزيون الإيراني من جانبه أعلن أنه لا توجد أي دلائل على أن ركاب الطائرة على قيد الحياة. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني لم تسمه أن التوقعات لبقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حيا منخفضة للغاية، مرجحا أن يكون جميع ركاب مروحية الرئيس قد لقوا حتفهم بعد أن احترقت بشكل كامل في حادث التحطم.